الان اعطاه لاخره فيه. يندبر عيلت يندبر اللي راتسوني تشون امرتي لعتمي تسياهو تسار ان شون كنت سدافير لما اعطى لقي حيطها حليفه. لا انا قلت اتمشى حوالين البيت يعني جايز ده يساعدني ان انا نايم يعني. عطاو فاد على رافي عطاو ليخ لهمير بيت عبيد متكسف تشلانو على فين اللانش اللي بيودي على المركب طلع خلاص يعني هروح عرض البحر ازاي بسخية عوم يعني. رافي بامرك تقعد بالبيت. انا مش مسجونة يا ولد ولا متحددة اقامتي هخرج زي ما انا عايز ومحدش يقدر يمنعني. اني عفارتي تشايف انتي باباي وانا قلتلك هخرج يعني هخرج. رافي تحكي الو يوسي رافي ساكي دي لحمير عطبام بفكاشا يوسي داسي ماشي هو اني لي وضعت لان هو هلاخ لحمير. جمال بيه ايه خير؟ ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ ما نمتش ليه؟ قلقان شويه انا كبير. اسمح لي ادردش معاك شويه؟ اتفضل اتفضل. اتفضل. ايه ده انا كبير؟ لا ده اصل انا ساعات احب اقعد اتسلى مع نفسي كده يعني زي ما تقول شويه تفاريح كده. وحضرتك مستني حد يا نجيب؟ لا 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 انا كنت داخل انام حد. اتفضل اتفضل. انا اسف اني جيت لك في الوقت المتاخر ده. لا مفيش حاجه بس انا عاوز اتكلم ومفيش حد ممكن اتكلم معاه هنا غيرك. تسمع كلامي؟ أنا هديك حباية منومة تاخدها وتنام وتصحى الصبح نتكلم أنا وأنت وإحنا فايقين ورايقين. ها؟ أنا من مواليد 23 يوليو 1959 يعني بعد كام يوم هكمل 50 سنة. ده إحنا قربنا أهو كل سنة وأنت طيب. والدي كان في الجيش ضابط في الجيش المصري. ولما جيت يوم 23 يوليو سموني جمال عبد الناصر اسمه مركب. يعني اسم حضرتك لوحده جمال عبد الناصر. اوعى تكون الولد اسمه محمد نجيب. كنا عايشين في السويس في بور توفيق فجأة وانا لسه عندي 7 سنين لقيت القنابل والدنات نازلة زي المطر فوق الناس والبيوت عمالة تقتل وتدمر وتخرب في أماكن عشت فيها أجمل أيام طفولتي. ولسه وأنا طفل صغير أول مرة سمعت فيها كلمة التهجير. سيبنا بيوتنا جيراننا وأصحابنا وحبايبنا وهاجرنا على مصر. وعرفت إن السبب وراء الخراب والدمار والشحطاطة دي كلها عدو سافل غاشم اسمه العدو الصهيوني وكرهت الصهاينة كره العمى. ربنا يحرقهم بكاس يا شيخ. انت مش هتنام بقى جمال بيه؟ في 73 ابويا كان بيحارب في السويس في الحصار وعبرنا وانتصرنا ورجعنا كرامتنا وارضنا. طبعا ده احنا اديناهم بالجزمة على قفاهم. انت مش هتنام؟ ابويا الله يرحمه استشهد في الحرب. يا اخي حتى الانتصار
كان كله مرارة وحزن على أبويا اللي راح، وكرهت الصهاينة بعد كده أكتر وأكتر. جمال بيه، وإحنا هنحكي تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي في ليلة واحدة، ما تيجي ننام والصبح نبقى نكمل الموضوع على رواقه يعني. يلا. أنا اللي قلقني يا ناجي بيه، إزاي أنا هنا؟ وإزاي أنت هنا؟ وإزاي أنا نايم في مكان ساكن فوقي واحد إسرائيلي وتحتي واحد إسرائيلي؟ ما تنساش إن أنت ساكن قدام واحد مصري برضه، ها؟ جمال بيه، إحنا جايين بنأدي واجبنا. مصر هي اللي جايبانا. إحنا مش جايين من نفسينا ولا كنا عايزين نيجي. بص، الحياة عاملة زي ماتش الكورة. الكوتش قال لك تلعب باك، تلعب باك. ما ينفعش كل واحد يلعب على قد تفكيره وعلى مزاجه. دي أدوار في الحياة ومكتوب علينا نلعبها. فهمتني؟ فهمتك يا كبير. أنا حاسس باللي جواك، بس الأيام هتخليك تعرف اللي أنا بقوله صح. يلا بينا. في حد جاي لك يا ناجي بيه؟ لا، ده ناس جاي لي كده عشان موضوع يعني. اسرائيليين ولا ايه؟ هما الليبيين. انت ناس اللي احنا في تل ابيب. انت بتسمح لهم يخشوا بيتك كمان؟ الموضوع ده ما تحسمش على الباب هنا. روح نام وبكره الصبح هنكمل الموضوع ده. سلام. سلام يا ناجي. سلام. كلمتونيش ليه قبل ما تيجوا؟ ادينا لك رنه يا ناجي بيه. رنه؟ اعوذ بالله، مفيش منك فايده. تعرفوا الراجل ده بيته لما اتحرق ادى مطافي رنه. ردوا عليه قال لهم الحقوني بيتي بيتحرق. رد عليه مدير المطافي قال له انت فتحت عليا ليه؟ اقعد. ايه؟ برضه مش هتلعب معانا يا ناجي بيه؟ لا يا ابن عمي، أنا قلبي ضعيف، لو خسرت بولة أروح فيها. يمكن تكسب. لا 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 لا، أكسب مين؟ لا لا لا، أنا أتفرج بس، أفرح للكسبان وأزعل للخسران. ما أنت بتاخد على المية عشرة. شوف السمسار بيقول إيه؟ بصص لي في لقمة العيش، ما أنت عايش على كده. وأنت بتعتق. يا رافي، خسرت برضه؟ ها، بقالك مده بتخسر. معلش يا جماعه، انا اسف، انا واضح ان انا فقدت تركيزي تماما. سوناجي، الاقي معاك 5000 شيكل سلف. عارف انا ما تاخرش عليك يعني يا رافي، بس كده المبلغ اللي عليك جامد، هسدده ازاي؟ ما انا هسدد مسؤولي جاي، انا فقت وهبتدي اكسب، هسدد. طيب انا هخش اجيب لك الفلوس من جوه، بس اكتب لي شيك. حاضر. ها؟ وخانه التاريخ خليها فاضيه، انا حملها. اوكي. خانه المبلغ اكتبه 5500. باركينج دي هتبقى فلوس وافة. اوكي بسيلي، اوكي حاضر. ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو.